صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم في كل مكان في كل زمان. أنا لا أدري أين أنتم، لكن إن شاء الله ربنا يوفقكم فيما تقومون به. وبنشكر الأستاذة آية أبو زينب على الإخراج الفني اللي هي عملته، بتعمل معنا في العرض. وبنبدأ الحلقة التاسعة من نبدأ الحلقة التاسعة نبدأ الحلقة التاسعة من نبدأ الحلقة التاسعة من فضفضة 5 إلى 5. هؤلاء لا يحبون الوطن، هؤلاء لا يحبون الوطن. طبعا دي المجموعة من الشباب اللي هم ساعدوني في وضع الفكرة، لازم كل مرة أنا بشكرهم وبطلب منكم أنكم بالنسبة للأستاذ أحمد الحيت تدعوا له، لأنه في إسطنبول حاليا حصل له حادث في السودان، و يعني ربنا يستر على ظهره العمود الفقري بتاعه في الأيام الصعبة دي كلها، أيام الكورونا، وأرجو أنكم تدعوا له إن شاء الله. الحلقة اليوم دي كلمة أنا عرضتها على الصفحة بتاعتي في يوم 28 يونيو 2013، وقلت فيها ده بالضبط النص اللي أنا كتبته من 8 سنوات. أنا مش هقرأ النص ده، لكن ده بالضبط اللي اتكتب في من 8 سنوات، من 28/6/2013. النهاردة أنا معاكم براجع النص ده مرة أخرى، وبعالجه بطريقة أكثر منهجية مما كانت مجرد أنها يعني أشياء مرسلة. ممكن إنسان يقول كلام مرسل، لكن لابد هذا الكلام المرسل يحول إلى شيء عملي. ومنهجت الكلمة اللي أنا كتبتها من 8 سنوات إلى 8 أجزاء. أول حاجة فيها ما هو الوطن، تعريف الوطن. وأنا بتكلم وأقول الرسالة دي لكم يا شباب، إنه من حق كل واحد فينا أن يحط التعريف بتاعه اللي هو بيؤمن به. يعني ممكن نتعلم من الآخرين، ما فيش مشكلة أبدا، وممكن نأخذ يعني منهم أطروحات جيدة جدا، ما فيش مشكلة أبدا، لكن علينا ان احنا نضع اطروحاتنا وتعريفاتنا ونظرياتنا وقوانيننا وفق ما تمليه علينا مجتمعاتنا وثقافتنا وقيمنا الى اخره. لذلك كل تعريفاتنا اللي كتبها دي كلها دي بتاعتي انا شخصيا، لان انا بقول فيها يعني ايه وطن، يعني ايه وطن اللي احنا بنتكلم فيه. الوطن بالنسبه لي هو امن وامان، امن وامان. يعني لما ارجع الوطن بتاعي اكون امن وعيش في امان، مش اكون خايف والوطن بتاعي يطردني. دي نمره واحد. ركون واستسلام، انا بستسلم لوطني، لان وطني هو الذي انشاني، هو عز ووئام، هو عز بالنسبه لي انا افتخر به في كل مكان وفي كل زمان، هو فضل وهيام، افضل اهيم كده، احب وطني في كل مكان حينما اذهب. هو روحي وسنام، سنام لو قمة الشيء اللي بنتكلم عنه أو أعلى شيء. عز وكيان أيضا، أو عزم وكيان، دي مش عز، دي التانية، دي عزم وكيان، يعني قوة لكيان احنا بنصنعه. سكينة واطمئنان، لما أرجع الوطن بتاعي أحس بالسكينة والاطمئنان والراحة النفسية، شوق إليه حينما أسافر وأحن إليه حينما أسافر، وسلام واستقرار، يعني أن أدخل وطني مرة أخرى أحس أن أنا عايش في سلام ومستقر. دي جزء من تعريفات الوطن اللي أنا أشعر به من خلال مشاعري اللي أنا بتكلم فيها عن الوطن. هو أيضا الحبيب الغائب الحاضر. كلنا بنحب أوطاننا، كلنا بنغيب عنها، ولكن وحنا بنغيب عنها هي حاضرة في أذهاننا وفي أداتنا. هو المخدع والمنام والسكن. سكن يعني فيه سكون، يعني أنا بكون آمن في وطني. أيضا هو الطبيب اللي بيعالج جراحي، هو الروح اللي بتشفي كياني وبتعطيني الحياة والحيوية، هو الدواء في نفس الوقت، هو الهوى والحب والعشق، هو العزوة والفضل والزاد والمعاد، هو الجود والكرم والعلام، هو الهيبة والسلطة والبنيان، هو الفضل والكرم والدمان والضمان للسائل خلوه من أمن. يعني دي كلها تعريفات في الوطن، دي كلها تعريفات في الوطن، عشان الإنسان يرى أن وطنه ده شيء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه،
يعني يتغنى بشوقه وحنينه إلى مكة مرة أخرى، هو والصحابة. كان كتير جدا من الصحابة اللي هاجروا من مكة المدينة يتفكروا أيام مكة، صبا مكة، صباهم في مكة، طفولتهم في مكة إلى آخره. الوطن أيضا هو الشوق والحنين والذكر والفكر والقول والفعل، هو كل الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي كلها هو القلب والنبض، ده الوطن. شوف كل التعريفات دي كلها موجودة داخل الوطن، موجودة داخل الوطن. هو الشوق والأنين والذكر والفكر والقول والفعل والقلب والضبط والقلب والنبض والسيرة والتاريخ والحياة والممات والميلاد والخلود والسماء والسمو والشقاء والعلو والهمة والقمة والعدل والرفعة والمهجة الترنيم والتغني بالترتيب، ده الوطن. الوطن أنا حطيت فيه يمكن مثلا كل نقطة منه اللي أنا كتبتها دي، أو كل كلمة تعتبر إنها بتعبر عن ما هو الوطن الذي نشعر به. يبقى عن أول شيء إحنا عملناه لما رجعنا الكلمة اللي اتعملت من 8 سنوات، عرفنا أول شيء، عرفنا ما هو الوطن، ما هو الوطن. اللي الشباب اللي على الفيسبوك اللي عايز يخش على الرابط بتاع الزوم عشان يشوف العرض، في اللينك الرابط موجود تحت العنوان، يعني لو انت عايزين تخشوا وانتوا على الفيسبوك. ايه هي مكونات الوطن؟ بيتكون من ايه الوطن؟ انا حطيت هنا 10 مكونات، ما هياش اعجاز، هي بسيطه جدا. اول حاجه هي مكون بشري، الشعب اللي هو انا وانتم وكلنا. ده اهم مكون موجود في الوطن، هو المواطنين، هو الشعب نفسه. من غير شعب مفيش وطن، مهما كان في جبال وتضاريس وكل الاشياء دي كلها مفيش وطن. دي نمره واحد. لما اتنين، في مكونات اخرى بالاضافه الى المكونات البشريه اللي هي الخلائق الاخرى، ربنا خلقها من طيور وحيوانات وجبال وزراعات وكل الخلائق دي كلها، خلق خليه ربنا سبحانه وتعالى عشان تخدم هذا الكائن هو البشر في انه بيمشي حياته داخل الوطن. يبقى ربنا ما سابش الانسان لوحده، لكن خلق له خلائق اخرى تساعده في في تعين له في دروب الحياه. في مكونات تضاريسيه، الجبال والبحار والانهار والوديان والسهول، كل هذه الاشياء بتكون جزء من الوطن الكبير. مكونات تضاريسيه بتساعد في تكوين جزء في صياغه ثقافه وقيم الشعوب ومقدرات الشعوب اللي موجوده داخل الوطن. في مكونات اخرى مناخيه، مكونات فصليه تحافظ على ديمومه الحياه في الوطن، كل هذه الاشياء بتكون الوطن. في مكونات اداريه اللي بتصنع الدوله بمؤسساتها والحكومه بهياكلها. في مكونات ثقافيه، وفي مكونات قيميه وايمانيه وفلسفيه بتكون محور اساسي في تكوين الشخصيه الوطنيه. يعني شخصيتنا تتكون من خلال الثقافه وخلال الفلسفه وخلال القيم والعادات والتقاليد والايمانيات. في مكونات تاريخيه بتجذر وتؤصل علاقه المواطن بقيمه الارض التي يعيش عليها، التي يعيش عليها وبين ربعها. يعني ال 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 المكونات التاريخية دي هي الجذور التي تؤصل العلاقة بيني أنا كمواطن وبين الوطن نفسه. في مكونات استشرافية تطلعية لما سوف نكون عليه في المستقبل، يعني لابد وإحنا عايشين في الوطن نفكر هنعمل له إيه في المستقبل، هنعمل وطن إيه في المستقبل. والأخيرة في مكونات ربانية يشعر فيها المواطن أن الوطن رب يحمي. يبقى العشر مكونات دول وغيرهم ممكن هم اللي بيعملوا الوطن اللي هو فيها كل شيء. يبقى بالتالي يا شباب انتم من حقكم انك تضعوا مكونات ترونها صالحه لصناعه الوطن. قد يكون 10، قد يكون 5، قد يكون 20، انتم احرار، لكن عليكم ان تجتهدوا في ان يكون الوطن معرف ومكوناته معروفه من خلال فكركم ورايكم انتم. ليه دول بقى لا يحبون الوطن؟ يحبوا انفسهم. هؤلاء لا يحبون الوطن، هم كم واحد؟ 11 واحد. مين هم بقى؟ اول واحد فيهم رجل الدين اللي بيحتجب، ما بيقولش برايه اللي ربنا
اعطاه لي في وقت الشده، ياخد كده يعني خطوه لورا ويحتجب، يمشي يبعد يسيب الامر خالص. رجال السياسه اللي كل همهم في الوطن فقط انهم يبقوا رؤساء او وزراء فقط، مش عايزينهم، مش عايزينهم. الشباب اللي زيي وزيكم الثائر ليعتقد ان الوطن ده مباراه كره قدم، فريقين بيلعبوا 90 دقيقه وبتاع ده، او حاجه سهله ان نغير مجتمع، نغير اداره، نغير حكومه، نغير كذا. الناس الشباب اللي زيي اللي بيغالوا في حب او كره، يعني الانسان لما يحب ما يحبش لدرجه العباده، ولما يكره ما يكرهش لدرجه الشيطنه. دول بيكونوا أسوأ على الوطن من أعداء الوطن. الهوائيين المندفعين فقط وراء هواهم، هواهم فقط بيقودهم لهذا، لا يرون أي شيء وأي رأي إلا هم، إلا رأيهم هم. مندفعون وراء تلاتهم دون تعقل. الشباب اللي قاعدين على الصفحة الإلكترونية ويعتقدوا أن الوطن هو الصفحة نفسها، أبدا، عمر الوطن ما كان صفحة، وعمر الوطن ما كان تويتر أو تويت، وعمر الوطن ما كان تيك توك، وعمر الوطن ما كان انستجرام، أبدا أبدا أبدا. الأحزاب السياسية اللي ما عندهاش مشكلة خالص إلا أنها تقعد تتحارب مع بعضها، طب وبعدين؟ اقعدوا مع بعض علشان أنتوا تستطيعوا أن تجدوا حل جميعا لبناء الوطن والمحافظة على مقدراته. الأحزاب السياسية الخاوية على عروشها وقتما انزل الله بها من سلطان، فهي ليست احزاب ولكنها ارباب متشاكسه. وشفناها دي، شفنا كتير جدا منها ايام الربيع العربي منذ 10 سنوات. الاعلاميون اللي بوظيفتهم ايه؟ بيشعلوا النار. بيشعلوا النار الفتنه والفرقه، ليه؟ عشان عايزين مشاهدات عاليه جدا. لان يشعلوا نار الكراهيه من اجل انهم يبقوا في وظائفهم. الإعلاميين اللي هم بياخدوا مرتباتهم من جهات خارج الوطن، جهات خارج الوطن، شركات خارج الوطن، أشخاص خارج الوطن، النشطاء من الخبراء. في بعض النشطاء كده يعني اللي هم يقول لك أنا خبير، طب وبعدين؟ بما إن أنا خبير من الناس بيسمعني، ما في خبير تاني، في خبير تالت، في خبير رابع، في خبير خامس، في خبير عاشر، ليه كلنا ما نقعدش مع بعض علشان بخبرتي وخبرتك نبني الوطن وندافع على الوطن. ابناء حزب الكنبه اللي هم قاعدين بيمصوا قصب، اتفرجوا على التلفزيون، واليومين دول زي ما انتم عارفين النهارده في اللي هو قبل النهائي، وبكره في اوروبا، وفي كذلك في امريكا اللاتينيه، فقاعدين يتفرجوا على الكوره وكذا، وقاعدين بقى في مخمخه كده كل المشاكل دي، هم قاعدين في بيتهم مش عايزين يضحوا باي شيء. حزب الكنبه، ودي غالبيه كبيره جدا، حزب يعني ايه؟ غالبيه عظمى في الوطن. البلطجيه واللي بيمولوهم والمندسين واللي بيمولوهم، وده احنا شفناه ايضا في ثورات الربيع العربي، لان في بلطجيه نزلت الشوارع، وفي ممولين لهم من داخل الوطن ومن خارج الوطن. في ممولين كافراد وكشركات استثماريه ورجال اعمال، في مولين كحكومات ودول ومؤسسات، شفناها تعلمنا. البلطجية اللي بيمولوهم أو المندسين بين الشباب اللي بيمولوهم اللي هم ال رجال الأعمال أو حكومات أو أفراد إلى آخره. العشرة دول، الحداشر دول هم ما بيحبوش الوطن، بيحبوا أنفسهم، بيحبوا أنفسهم فقط. كل هؤلاء لن يعدوا أن يصبحوا أكثر من نقطة في محيط الوطن. كل الـ11 دول أنا اتكلمت عنهم هيكونوا مش ولا كانوا 20 و30 و40 و50 و100، لن يعدوا أن يصبحوا أكثر من نقطة في محيط الوطن، أو شعاع من أشعة، حتى مش هيكونوا شعاع من أشعة سامسونج، أو خيط في نسيجه، أو حصوة في صحرائه، أو حرف في تاريخه، أو همسة في ذكرته. يعني كل دول على بعضهم مش هيكونوا أكتر منهم حرف أو همسة أو حصوة أو خيط أو شعاع أو نقطة، لكن مش هم الوطن، مش هم الوطن، هم وغيرهم
وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم بي ايه بي 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 بيكونوا الوطن. ال 11 اللي انا اتكلمت عنهم قبل كده اللي انتم شايفينهم دلوقتي. ليه بقى الناس دي ما بتحبش الوطن؟ دي النقطة رقم 4. لماذا لا يحب هؤلاء الوطن؟ أول حاجة اللي مكسب شخصي. مكسب شخصي، واحد عايز أنا، طب أنا ليا فيها إيه؟ أنا هاجي أقعد معاكم قضية وقعدي عشان إيه؟ أنا هسيب شغلي وإمكانياتي وولادي ووظيفتي عشان إيه؟ لازم يكون لي فيها حاجة. قولوا لي أنا هاخد إيه منكم عشان أقعد معاكم. أو زهو نفسي بقول إيه؟ معنا فلان، تحط هو صورته أو الصورة في الصور في الجرائد والمجلات، حتى لو ما كانش عايز كذب شخصي يبقى عايز إيه؟ زهو كده، أنا صورتي شايفين صورتي في الإيه؟ في التلفزيونات وفي المجلات إلى آخره. في غنيمة هيغنمها، هيطلع له بيها برشين، أو في وظيفة ها هياخدها، الوظيفة دي ممكن تكون وزير، ممكن تكون مدير، ممكن تكون رئيس مجلس إدارة، فلازم يكون في سبوبة زي ما احنا اتعلمنا في الفترة اللي فاتت في العشر سنين اللي فاتت. لماذا لا يحبها الوطن؟ لأنهم منتمين عرقيا لعرق مش لوطن. لفكر مذهبي مش لوطن. هو أو هي تقدم الفكر المذهبي على الوطن ككل، وتقدم العرقية على الوطن ككل، وده خطير جدا، لأنه لا يرى إلا عرقه أو مذهبه أو فكره أو ترى. في ناس فيهم عندهم كره دفين وحقد زنيم على إيه؟ على الوطن نفسه، وعلى كل شيء هيجعل فيه تغيير في الوطن. عندهم حقد كده، يعني يقول لك احنا من 100 سنه ل 500 سنه حصل كذا. طب الكلام ده من 500 سنه، انسوا الخلافات اللي حصلت من 1000 سنه. انا بنقول لاصحاب الديانات الاخرى واصحاب الثقافات الاخرى واصحاب القيم الاخرى، يعني الحروب اللي حصلت من زمان ننساها بقى، نتعلم منها وننساها عشان نبني وطن. في صقر تاريخي زي ما انا كنت بتكلم، وحساب، انا بحاسبك زي ما دخلوا بعض الناس، يعني او بعض القاده الاوروبيين لما دخلوا القدس راحوا لقبر صلاح الدين وقالوا كلمه مشهوره، انا بس مش فاكر الكلمه. بنتكلم عن مثل هذه الاشياء، الموضوع ده انتهى. احنا بنعيش مع بعض في مدينه كلنا عايشين فيها مع بعض عشان نبني بيها وطن جديد. اهم نقطه وهي اخر نقطه، انهم ليسوا من ابناء الوطن. في ناس ايضا ما هماش من ابناء الوطن، وجم مندسين على الوطن من أماكن وأراضي أخرى، ولا ينتمون لدين الوطن، ولا ينتمون لثقافة الوطن، ولا ينتمون لعقيدة الوطن، ولا ينتمون لقيم وأخلاقيات الوطن، لكنهم عاشوا بين أبناء الوطن كمنافقين. دول أخطر ناس، ودول موجود منهم كتير كتير والعياذ بالله. ليسوا من أبناء الوطن، ليسوا من أولاد، ندري من أين أتوا. ممكن فيهم حد يطلع زعيم، ممكن حد يطلع رئيس، ممكن حد يطلع وزير، ممكن حد يطلع رئيس وزارة إلى آخره، لكن ما نعرفش أصله فين ولا فصله فين. يقول لك ده كان أصلا عائلة جت من هذا البلد إلى آخره، زي ما احنا فاهمين إلى آخره، وعايشين في وسطنا وعايشين في وسطنا وعايشين في وسطنا. كل هؤلاء الستة أو الستة إيه، هم ما بيحبوش وطن لهذا الأمر، لأنهم أصلا مش من أبناء الوطن، ولا ينتمون لديني ولا ثقافته ولا قيمه ولا أخلاقياته إلى آخره. الصورة دي أنا رسمتها ليه؟ يمكن أنا حطيتها أمس على الفيسبوك. في بعض يمكن شاب من الشباب اسمه علاء قال لي دي يعني مجموعة متشاكسة أو ناس يعني شبيحة أو حاجة زي كده. الصورة دي بتعبر عن واقع حقيقي للأوطان اللي احنا عايشين فيها. المخلوق العجيب اللي انتوا شايفينه ده، اللي ليه أربعة أنياب يقطر منها الدم، هو ده البلطجي أو هو ده الشبيح اللي بنتكلم عنه من الشبيحة. هو ده البلطجي اللي بيستعمل الأفعى اللي انتوا شايفينها علشان يرهب الجماهير، وبيستعمل الغراب علشان يقول له مين اللي جاي من أعدائه أبناء الوطن. ونرى على وجه هذا المخلوق العجيب هذه الجراح. ليه؟ لأن أبناء الوطن بيقاوموا مقاومة عنيفة، لا
لكن لم يستطيعوا أن يتغلبوا عليه. ليه؟ لأن هو مدعوم من قوة داخلية وقوة خارجية. انتوا شايفين في الصورة في اتنين مناخير، يعني مناخير قاعدة عليها الأفعى، يعني مناخير الزرقاء أو البنفسجي، مناخير واقف عليها الغراب. كل الأشكال الهندسية اللي موجودة على اليمين وعلى الشمال دي تعتبر البيوت والمنشآت التي هدمها هذا البلطجي، الذي هدمها هذا البلطجي. الألوان اللي فوق دي بتتمثل لينا في كل مناخات اللي موجودة في وقت واحد في الوطن، عشان كده مش عارفين نجد مناخ نستطيع نبني فيه مسيرة الحريات. فالصورة دي أنا عملتها كده عشان هؤلاء، هذه الشخصية اللي هي ما احناش عارفين هي مين، هي اللي بتدمر الأوطان الآن وبتدعم داخليا من بعض الأعداء الأوطان وخارجيا من ناس آخرين. احذروا البراتيجة، دي النقطة نمرة 5 في الكلمة بتاعتي. مين هم البراتيجة دول؟ براتيجة يعني جمع بلطجي. قد يكون هؤلاء من عامة الناس، من الرعاع في أي مكان في العالم، اللي ما عندهمش خلق ولا مبدأ ولا قيم ولا 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 إلى آخره، خلاص ناس كده غلابة على قد حالهم، يعني مش متعلمين، جهلة. دي نمرة 1. قد يكون من المجرمين المسجلين خطرين واللي بتعرفهم الحكومة والدوائر الأمنية، دي نمرة 2. قد يكون من المتعلمين، شفت بقى قد إيه إحنا خرجنا من الرعاع للمتعلم، متعلم الجاهل. هناك من المتعلمين من هم جهلة بما يريده الوطن، هم عندهم علم في التخصص بتاعهم فقط، لكن ما عندهمش علم في الوطن بتاعهم، في المجتمع بتاعهم، ما يعرفوش هو عايز ايه. المتعلمين الجهلاء المنتفعين، وهم كمان منتفعين، مجرد المتعلم يبقى عايز ينتفع تبقى مصيبة سودة، بيتحول علمه الى اداة للانتفاع، اداة للنفاق. قد يكون رجل دين اللي كل يوم بيغير دينه فتوته زي الإنسان ما بيغير ملابس الداخلية بتاعته. في كتير جدا منهم، من كل الأديان، مش من دين واحد، من كل الأديان ومن كل المذاهب، وشفناهم. في سياسيين غوغائيين. يعني إيه سياسي غوغائي؟ اللي هو السياسي اللي بيتحول إلى يعني بلطجي، يزعق ويشتم ويفسد الجلسات النيابية ويخرج ويعمل مظاهرات. طب ايه هذا من المظاهرات؟ تعال نقعد مع بعض عشان نبني شيء. شفناهم أثناء الربيع العربي، واختفوا بعد كده، اختفوا بعد كده، لأن كان دور هؤلاء السياسيين الغوغائيين ان هم ايه يوقفوا مسيرة التغيير. إعلاميين كاذبين منافقين، يعني يكتب النهاردة ويكذب بكرة وينسى انه كذب امبارح ويكذب بعد بكرة، ويفضل الكذب رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ولو جبت له كل الفيديوهات، ولو جبت لها كل الفيديوهات اللي لقيتها، هتبقى انت مستغرب ازاي هذا الشخص يكذب هذا الكذب ثم يعيد يكذب مرة اخرى. رجالة الاعمال اللي هم وظيفتهم فقط انهم يكسبوا، اللي بيشتغلوا بقى في السلاح وفي الدعارة وفي تهريب الاثار والأطعمة الفاسدة المنتهية صلاحياتها والأدوية الفاسدة المنتهية صلاحياتها إلى آخره، خدها بشيء وباعها بشيء تاني. حتى رجالات الأدب والفنون والثقافة اللي هم بيغيروا التاريخ، تلاقي في تمثيلات طلعة وقصص مكتوبة مش هي الحقيقة، مش هي الحقيقة، مش هي الحقيقة. يعني لما نكتشف إن بعد أول رحالة ذهبوا إلى أمريكا كانوا من الأندلس، ما كانش كريستوفر كولومبس، وبعد كده كانوا من مالي، ما كانش كريستوفر كولومبس، ودول كانوا قبل كريستوفر كولومبس بمئات السنين. لكن من كتبوا التاريخ كتبوه عشان يغيروه ويخدعونا كلنا. رجالة الأدب والفنون والثقافة اللي يتمسون التاريخ، رجالة الآثار اللي قاعدين بيبيعوا كل شيء، وشفناها الأمر ده، شفناها في العراق وشفناها في سوريا وشفناها في اليمن، سرقة الآثار، وشفناها في مصر وغيرهم من الدول. الحاكم والمسؤول، في حكام حاليا وظيفتهم الأولى والأخيرة قتل الحريات، مفيش حريات. تبقى أنت وأنت ماشي في الشارع بتتلفت حولك،
تبقى انت خايف تمسك التليفون بتاعك في ايدك احسن حد يجي يمسكك ويقول لك التليفون ده فيه كذا، وطلع واخدك على مكان مش عارف رايح فين، في اي مكان في العالم، واخد بالك؟ ويهدروا الطاقات ويبيعوا اراضي الوطن، يبيعوا الاراضي. في حد يبيع ارضه؟ في حد يبيع ارضه ويبيع مياه وطنه ويبيع بحار وطنه ويبيع بترول وطنه ويبيع غاز وطنه؟ في حد يعمل كده ويحرم ملايين من البشر من الانتفاع بهذه الخيرات اللي ربنا كتبها لابناء هذا الوطن؟ تقول على هذا الشخص ايه؟ اقول انه هو ايه؟ مش وطني. اقول انه هي مش منتمي لهذا الوطن على الاطلاق، على الاطلاق، على الاطلاق. دور البلطجه اللي بنتكلم عنه. طب ايه يعني ايه بلطجه بقى؟ او تشبيه يعني. ماذا نعني بكلمه بلطجه؟ البلطجه اصبحت سلوك اخلاقي، اصبحت سلوك اخلاقي مكتسب وليس جينا خلقيا متوارث. هي سلوك. حد يجي يقول لي البلطجه دي هي جين متوارث، وهي ليست حقد على نوع من البشر دون الاخر. اي حد فينا ممكن يبقى بلطجي، اي حد، حتى الامام، حتى العالم، حتى الطبيب، حتى السياسي، حتى الاعلامي، كل هؤلاء ممكن يكونوا بلطجه، كلهم بلا استثناء. قد يكون البلطجه من المتعلمين المثقفين الاغنياء، وقد يكون الوطنيين من الوطنيين الشرفاء من الفقراء والاميين والبسطاء. العمليه مش عمليه تعليم وتعلم، هي ايمان بانتمائك للوطن، ايمان بقيمه الوطن في قلبك. فلا تزدروا الفقراء البسطاء من ابناء الوطن، وتبجلوا الاغنياء الاخساء من رعاع المجتمع. البلطجة مهنة، أصبحت مهنة دلوقتي، أنا عارف إنها مهنة من زمان، بس مهنة أصبح لها سياسات حاليا، ولها فلسفات وإرشادات ومسارات وقيادات وتحالفات وأدب. بتطلع في التلفزيون بلطجي، في بعض الممثلين في بعض الدول بينشروا البلطجة، يعني ممثلين مهترئين لا قيمة لهم ولا خلق. مهنة لها سياسات وفلسفات وإرشادات ومسارات وقيادات وتحالفات وأدبيات، يطلعوا كلام كده غريب تتحدث به النساء ويتحدث به الشباب ويتحدث به الرجال. ما نعرفوش، ما كناش نعرفه قبل كده أبدا. حتى البلطجة اللي كانوا موجودين في بلادنا من عشرات السنين ما كانوش بهذه الخسة والدناءة لكي يقارنوا بما نراه من البلطجة، من بلطجة اليوم. ليهم قوانين وقواعد، نظريات وأصول، رسالات وقيم وأعراق وأعراف. أصبح البلطجة دلوقتي منظومة جديدة، منظومة منظومة منظومة. البلطجة أصبحت صناعة محلية ودولية في نفس الوقت، تتبناها الدول والحكومات والقيادات المستفيدة من منظومة بقائها. بقاء البلطجة ليه هدف، إيه الهدف بتاعها؟ سرقة مخدرات الشعوب الغنية والضعيفة في نفس الوقت، وده شايفينه 180% ومليون في المية في أفريقيا، ودول كبرى عظمى تمارس البلطجة لكي تسرق الذهب واليورانيوم والفضة والغاز والبترول، وتقتل كل من يقول لا ويقاوم هذه الدول. صناعة محلية ودولية تتبناها الدول والحكومات والقيادات المستفيدة من منظومة بقائها، سرقت مخدرات الشعوب الغنية والضعيفة في نفس الوقت. هي صناعة تجارية أيضا، أصبحت صناعة بتصنع إيه؟ تصنع أسواق يتحكم فيها بلطجة آخرين، فتبني مصانع تصنع منتجات تحتاجها الشعوب ليعيش هؤلاء البلطجة الدوليين على دماء الفقراء والمساكين. يعني العملية منظومة، بلطجة صغير يصنع مصنع لكي يعيش من حوله بلطجة كبير يحكم دولة. هي صناعة إرهابية، تصنعها وتتبناها وتدعمها في الخفاء، ولا تعلن عنها مؤسسات وحكومات ودول. هي بيدها اليمنى تدافع عن حقوق المستضعفين زورا ونفاقا وبهتان، وبيدها اليسرى تستثمر أموالها ومخدراتها
في صناعة منظومات البلطجة وتبني بلاطجتها لإحداث النزاعات المسلحة والحروب المؤدية إلى رواج أسواق بيع السلاح، تدمير البنى التحتية، المجتمعات، تشريد العباد، تقسيم البلاد، ثم بعد ذلك سرقة مخدرات الشعوب واستغلالها مدى الحياة. شفت هي الصناعة الإرهابية إزاي؟ منظومة متشابكة تصنعها وتبناها دول ومؤسسات وحكومات بإيدها اليمين بتدافع عن حقوق المستضعفين، وبإيدها الشمال تستثمر في صناعة منظومة البلطجة. هي صناعة فكرية كذلك ثقافية تتهم أبناء الثقافات الأخرى والأفكار الأخرى بالرجعية والانعزالية والتطرف والصدامية والإرهاب. هي صناعة أدبية، البلطجة أصبح لها تمثيليات وأفلام وأشعار إلى آخره، صناعة أدبية درامية إعلامية، حتى أنها أصبحت صناعة في أنواع الفنون والسيمفونيات والقصصيات الروائية. شفت، أصبحوا حولوا البلطجة إلى صناعة. بل اتهموا الفقراء والمساكين بالبلطجة، بل اتهموا أصحاب النفوذ الذين أسسوا لصناعة البلطجة، أفرزوا نجوما وجماعات للبلاطجة كي يقهروا الشعوب ويسرقوا مقدر خيراتها. أما عن الفقراء والمساكين فهم ملح الأرض الذي يدوسه البلاطجة، فهم لا حول لهم ولا قوة ولا سند ولا ظهير، ولكنهم لأبد الدهر من المتهمين. يعني دائما احنا بنيجي ايه يعني على الفقراء والمساكين والضعفاء ونتهمهم، اما الناس الكبار بيروحهم اننا حدش بيتكلم معهم. الحل ايه بقى؟ تكلمنا عن تعريف الوطن، مكونات الوطن، من هم الذين يحبون الوطن، لماذا يحبون الوطن، من هم البلاطجة، ما هو البلطجة، والآن بنتكلم. طب على كل ايه الحل بقى؟ انت قعدت قرفتنا بقالك دلوقتي حوالي 35 دقيقة، طلعت روحنا كلها هم 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 هم. طيب ايه بقى وبعدين؟ طيب الحل هنا بقى حاجة، في كلمة قالها قالها الأنبا شنودة، قال إن مصر وطنا يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه. دي كان كلمة جميلة يعني قالها الوراعي الكنيسة المسيحية في مصر منذ سنوات. أنا بقول بعدها أن نجعل الوطن يعيش فينا أو بداخلنا، فنفكر في الزود عنه لا نهار وننميه وننمي مقدراته الأجيال. ده أول شيء في الحل، إن إحنا نجعل الوطن ده يكون هو حياتنا اللي بتعيش، اللي إحنا بنعيش فيها. مش هو يعني إيه ده اللي هو الوطن بيعيش فينا، مش إحنا فقط إن إحنا بنعيش فيه. نمرة 2، نضع منهجيات للبناءات المجتمعية المختلفة اللي منها بقى الـ13 منظومة اللي هنتكلم عنها دي دلوقتي. منظومة الأسرة لازم يكون لها منهجيات، منظومة التعليمية والتوعوية الوطنية لازم نعمل لها منهجيات، منظومة الدينية والإيمانية والعقيدية، منظومة الخدمية المجتمعية، منظومة الإعلامية الدرامية الأدبية، منظومات السياسية والحقوقية والتشريعية، الحفاظ على مساحة الحريات المدنية العامة، الاستثمار منظومات للحفاظ على مساحة الحريات المدنية العامة والقطاع المدني ومؤسسات المجتمع المدني، الاستثمار منظومات الاستثمار في بناء القطاع المدني ومؤسساته، منظومات إعادة صياغة وكتابة التاريخ الوطني، منظومات لإيجاد فرص عمل للشباب لإخراجهم من تيه الانتماء إلى رفعة الولاء، منظومات الاستقلال كافة مؤسسات الدولة عن السلطة التنفيذية الحاكمة، والأخير ترسيخ مبدأ الملكية المجتمعية للمواطنين والتبعية المسؤولين الحكوميين. يعني فيها 13 هيكلية داخل منهج بناء الوطن: الأسرة والثقافة والقيم والتعليم والتوعية والدين والإيمان والعقيدة والخدمات الاجتماعية،
الإعلام، الدراما، الأدب، السياسة، الحقوق، التشريع، الحريات المدنية، القطاع المدني ومؤسساته، صياغة وكتابة التاريخ مرة أخرى، عمل الشباب، إيجاد فرص عمل الشباب، استقرار كافة مؤسسات الدولة عن السلطة التنفيذية الحاكمة، وآخر نقطة وهي أهمها اللي هو ترسيخ مبدأ الملكية المجتمعية المواطنية والتبعية المواطنية. يعني معناها إيه؟ ترسيخ مبدأ الملكية المجتمعية المواطنية، يعني معناه أن الذي يملك الوطن هو المواطن وليس الرئيس وليس رئيس الوزراء وليس الملك وليس الأمير وليس الشيخ وليس كل هؤلاء وغيرهم. الذي يملك الوطن هو المواطن، لذلك سمي الوطن نسبة إلى المواطن، سمي الوطن نسبة إلى المواطن، سمي ما قالناش ما لم ينسب الوطن لرئيس أو لملك معين أو لأمير معين أبدا، نسبة للمواطن سمي الوطن. وصاحب الملكية الرئيسية في الوطن هو المواطن، أما كل هؤلاء فهم هؤلاء مجرد أنهم يعتبروا يعملوا في الوطن من أجل خدمة المواطن، يعملوا في الوطن من أجل خدمة المواطن. ما الحل إذن؟ احنا كتبناها دي، اتكلمنا فيها. رسالتي إلى الشباب، دي آخر حاجة أنا بقولها بالنسبة لكم يا شباب، اعلموا يا شباب أن الوطن يعطي ولا يأخذ، دائما الوطن بيمنح 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 بيمنح، يطعمنا وهو جائع، يكسونا وهو عار، يضلنا ولا يضله أحد، يأوينا ولا نرعاه، يسهر علينا ولا ينام، يحمينا ولا يكل، ونحاول قتله من خلال المندسين ومن خلال البلطجية ومن خلال الأفاقين والمنافقين، يحمينا ولا يكل، ونحاول قتله ويجود عنا بوده. يعني دايما الوطن هو الملاذ لنا في كل هذه الأشياء. فإن أحببنا الوطن هنعمل إيه بقى؟ تصالحنا مع أنفسنا أول حاجة، دي كانت صالح قبل أن نتصالح مع الآخرين، تنازلنا عن أرائنا للرأي الأصح والأصلح وإن كان من يخالفون الرأي، أعطينا ما في وسعنا لنسعى الآخرين، أحببنا ذكره الذي أعلاه الله في كتبه السماوية، قدمناه على أنفسنا من أجل مصلحة الجميع، فإن فعلنا هذا كنا وطنيين وإن لم نفعل فنصبح من المندسين. دي هي المعادلة، معادلة سهلة. أنت إيه بالنسبة للوطن؟ أنت بتحب الوطن أو ما بتحبش الوطن؟ لو أنت بتحب امرأة أو فتاة أو أنت بتحبي رجل أو شاب، بتتنازل عن له عن كل شيء، كل شيء، مال وجاه وسلطان، تتنازل عن كل شيء، تتنازل عن مال وجاه وسلطان لدرجة المهانة في بعض الأحيان. اشمعنا الوطن بقى اللي احنا ما بنتنازلش عن شخصياتنا الاعتبارية من أجل الشخصية الوطنية نفسها؟ شوفوا قد ايه قصص الحب اللي كانت عندنا، واللي بعض الحبيبة ماتوا وانتحروا من أجل حبيبتهم، أما من أجل الوطن مفيش 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 يفنكوش. اعلموا أيها الأحباب الشباب أن أعداء الوطن كثر كتير جدا، وأسوأ أعداء الوطن وأنجسهم وأنجسهم هم اللي من بني جلدتنا، اللي من إخواننا اللي عايشين معانا أخواتنا عايشين معانا داخل الوطن، اللي بيدسوا لنا السم في العسل، هم دول أسوأ الناس، ما نعرفهمش لأنهم يتظاهرون بشيء ويدمرون شيء آخر. أعلموا أيها الأحباب أن أعداء الوطن كثر، وهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن بني جلداتنا ومن أبناء العمومة والجيران وفي كل مكان، كلهم بيتحالفوا عشان إحنا شايفينها دلوقتي يا شباب، جهارا عيانا من بعض الدول اللي بتسعى سعي حثيث لتدمير أوطان الآخرين، نراها جهارا عيان، ما كناش مش ممكن نتخيل حاجة زي كده، مش ممكن نتخيل حاجة زي كده، مش ممكن نتخيل حاجة زي كده. أنا يا أحباب أن أعداء الوطن كثر
وهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وشمائلنا ومن بين جلدتنا ومن أبناء العمومة والجيران في كل مكان. فكلهم متحالفون على إيقاع الوطن في الفرقة والتقسيم والشرذمة. لماذا؟ لكي يصبح الوطن في عداد النسيان فتتكالب عليه الأمم تصرف مخدرات. وده اللي حاصل في سوريا، شوف كم دولة دلوقتي وكم جيش داخل سوريا، وحاصل في اليمن كذلك، وشوف كم دولة بتحارب فيه وكم جيش موجود فيه هناك. واضح 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 والعياذ بالله. الوطن هو القوة الوحيدة التي أوقفت الهجمات البربرية المغولية والتتارية التي أرادت إهلاك البشرية، وهو أيضا الذي أوقف محاكم التفتيش. لو احنا فاكرين محاكم التفتيش وماذا فعلت في أوروبا من القرن الثالث عشر في من خرجوا عن الكنيسة الكاثوليكية، ثم ماذا فعلوا في، كان طبعا في أوروبا كان كل من خرج على الكنيسة وكان مسيحي أو يهودي أو آخره وكان له رأي مختلف كان بيخش محاكم التفتيش ويفعل بما يفعل، وماذا فعلوا بالمسلمين في الأندلس في القرن الخمستاشر وألغيت والحمد لله محاكم التفتيش في القرن الثمنتاشر. خمس قرون يسحلوا في الناس تحت اسم الدين والقيم، ونرى الآن ما اكتشفوه من مقابر في كندا لأطفال صغار، مقابر جماعية يدفون فيها 5000 أو 3000 أو 10000، لا أحد يدري، لا أحد يدري والعياذ بالله. والوطن هو القوة الوحيدة القادرة على إنشاء حضارة دون عون الآخرين. فلتحيا يا وطني أبد الدهر قوة قوية زاخرة، زاهرة عامرة، حاضرة ناظرة، إلى أبنائك ذاكرة محاسنهم للعالم بهم باهرة. فندعو لنا جميعا بالهدايا والوطن بالقيادة والريادة إن شاء الله. وإن أردنا أن نبني الأوطان لابد أن نقدم التضحيات ونقدم التنازلات من أجل بناء الأوطان. بناء الأوطان ليس سهلا، ليس سهلا، ومن أصعب الأشياء أنك تبني مجتمع، تبني حضارة، تبني نهضة، تبني تاريخ. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن النهضة والحضارة، النهارده بقى بنتكلم على ما قبل النهضة والحضارة اللي هو ايه، بناء الوطن وبناء المجتمع. وجزاكم الله خير، ونراكم ان شاء الله يوم الجمعة القادم في نفس الموضوع باللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.